كشف إعلان انقلابيين حكومتهم في صنعاء عن تغير في الموقف الدولي من الأزمة اليمنية، أو على الأقل حالة ارتباك غير مفهومة. يبدو الموقف الدولي في أسوأ حالاته في هذه اللحظة من عمر الأزمة، وبدلا من أن يكون موقفه متوازيا مع حجم تواجده وتأثيره في هذا الملف، باتت تصورات المجتمع الدولي عبئا مضافا على الحل في اليمن. بريطانيا التي تدير الملف اليمني في مجلس الأمن، وعلى الرغم من إدانتها لخطوة الانقلابيين في صنعاء، إلا أنها امتنعت عن إعداد مشروع بيان في المجلس الذي يشرف على جهود الحل في اليمن. سيداتي والسادة، هذا الأمر دفع مصر بالتنسيق مع الحكومة الشرعية ودول عربية إلى طرح مشروع البيان، لكن هذا التحرك اصطدم بمواقف عدد من الدول في مجلس الأمن. ينص مشروع البيان المصري على أن الحكومة المعلنة من طرف واحد في صنعاء هي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وبينها القرار 2216 وتقويض لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء النزاع في اليمن من خلال العملية السياسية. ورغم خلو البيان من الإشارة لأي إجراء بحق سلطة الميليشيا في صنعاء، إلا أن الولايات المتحدة طلبت مزيدا من الوقت للتشاور بشأنه، وهي عبارة مهذبة لا تخفي موقفها الرافض للبيان على الأقل بصيغته المطروحة. يبدو أن واشنطن بدأت تقيس أي تحركات سياسية في الملف اليمني بمدى اقترابها أو افتراقها من مقترحات وزير خارجيتها التي شكلت أساساً خارطة الحل المقدمة من المبعوث الأممي، والتي لا تزال الحكومة الشرعية ترفض التعامل معها، وهي بهذا الموقف الأخير تؤكد أنه ما من تحركات خارج هذا السياق. الموقف الأمريكي لم يكن العقبة الوحيدة أمام صدور البيان، إذ أن هناك تحفظاً بريطانياً واعتراضاً روسياً على بعض فقراته وعباراته بحسب المندوب السعودي في الأمم المتحدة، فيما يبقى الموقف الصيني غير واضح من البيان على الرغم من تأكيدها على أنها لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.